السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلبة والطالبات أينما كنتم في شرح مادة الأحياء للفصل الدراسي الاستثنائي. في درس اليوم سنشرح درس الديدان الخيطية. بنية الديدان الخيطية: الديدان الخيطية ثلاثية الطبقات، جسمها يحتوي تجويفا جسميا بين نسيجي الإندوديرم والميزوديرم، وهو مبطن جزئيا بنسيج الميزوديرم فيسمى بالسايلوم الكاذب. ونشاهد هنا في هذه الرسمة التجويف المبطن جزئيا بنسيج الميزوديرم، وهو ما يسمى بالسايلوم الكاذب. سنتكلم عن الوظائف الحيوية للديدان الخيطية. أولا التغذية: حرة المعيشة هي آكلات اللحوم، تستخدم أجزاء فم ممسكة وأشواك لاصطياد الحيوانات الصغيرة. قد تكون مترممات، أي تتغذى على قطع من المواد العضوية المتحللة والتي تعيش في التربة المائية، فهي تتغذى على الطحالب والفطريات. ثاني الوظائف الحيوية التي سنتكلم عنها هي وظيفة الدوران، لأن أجسامها تعتبر بسيطة، لا يوجد جهاز نقل أو دوران، فهي تعتمد على الانتشار في نقل المواد الغذائية والفضلات. وبالنسبة للتنفس، تتبادل الغازات عبر جدار الجسم. رابعاً الإخراج: تخرج الفضلات عبر جدار الجسم. خامساً الاستجابة: الديدان الخيطية تتميز بجهاز عصبي بسيط مكون من عقد عصبية عديدة، عدداً من الأعصاب على طول الجسم، بقع عينية، كما تحتوي على أعضاء الحس، وهي عبارة عن تركيبات بسيطة تكتشف المواد الكيميائية التي تفرزها الفرائس. سادساً الحركة، التي تعيش في الماء هيكل هيدروستاتيكي، أما التي تعيش في التربة تتحرك بطريقة عشوائية. وكما يظهر في الفيديو المثل أمامكم، حركة الديدان مثل الثعابين تقريباً، بأنها تستخدم العضلات والسائل الموجود في السايلوم الكاذب حتى تتحرك بشكل الهيكل الهيدروستاتيكي. سابعاً التكاثر، فإنه جنسي والإخصاب داخلي. الديدان الخيطية قد تتطفل على الإنسان، ومنها دودة الإسكارس. تتطفل على الإنسان والفقاريات وتسبب مرض سوء التغذية، وتنتقل عن طريق تناول الخضروات والأغذية التي لم يتم غسلها جيداً. ونشاهد أعزائي الطلبة والطالبات دورة حياة دودة الإسكارس وكيف تنتقل لجسم الإنسان. فهي تخرج مع الفضلات وتكون كهيئة بيضة غير ملقحة، ثم تصبح بويضة ملقحة. يصل البيض إلى الأمعاء الدقيقة، ثم يفقس إلى يرقات، ثم تنتقل اليرقات إلى الأوعية الدموية، ويحملها الدم إلى الجهاز الرئوي أو إلى الرئتين، ثم يبدأ الإنسان بالسعال، ثم يعاد ابتلاعها وتصل إلى الأمعاء الدقيقة، بحيث تتكاثر وتنضج هذه الديدان وتخرج مع البراز، ثم تعاد الدورة مرة أخرى. من أمثلة الديدان الخيطية المتطفلة على الإنسان دودة الفلاريا. دودة الفلاريا تعيش في الأوعية الدموية واللمفاوية للطيور والثدييات، ومنها تنتقل إلى الإنسان وتسبب مرض داء الفيل. وكما تشاهدون في الصورة، مرض داء الفيل الذي يسد الأوعية الدموية في أطراف الإنسان كما هو ماثل لكم في هذه الصورة، فهو ينتقل من عائل أساسي إلى آخر عن طريق الحشرات اللاذقة خاصة البعوض. وننتقل لشرح الديدان الحلقية، وهو ثالث نوع من الديدان. بنية الديدان الحلقية: هي معقلة ولها أعضاء حسية مثل العيون وقرون الاستشعار، لها أهداب سميكة وخشنة تسمى بالأشواك، كما أن لها سايلوم حقيقي مبطن كليا بنسيج الميزوديرم. سنتكلم عن الوظائف الحيوية للديدان الحلقية، وأول وظيفة هي وظيفة التغذية. إما بالترشيح، فهي تطرح الماء خلال الجحور وتقتنص فتات الغذاء داخل كيس مخاطي. قد تكون مفترسات، آكلات اللحوم، لها فكوك حادة مثل دودة النايرس كما تشاهدون في الصورة، دودة النايرس. وقد تكون الديدان الحلقية مترممات على المواد النباتية المتحللة،
بحيث يغطي البلعوم مخاط لزج يساعدها في ذلك. ثانيا الدوران، الديدان تتميز بوجود جهاز دوري مغلق يتكون من وعاء دموي ظهري كما نشاهد في هذه الصورة، يتكون من وعاء دموي بطني، ويرتبطان بأوعية دموية حلقية على طول الجسم مكونة جهاز دوري مغلق. التنفس، تبادل الغازات يختلف في الديدان الحلقية، فالديدان الأرضية تتنفس عن طريق الجلد الرطب مثل دودة الأرض، أما الديدان المائية فلها خياشيم مثل الديدان الريشية. رابعا الإخراج، تنتج الديدان الحلقية نوعان من الفضلات، قد تكون هذه الفضلات هضمية تخرج من خلال فتحة الشرج، أو قد تكون خلوية تخرج خارج الجسم بواسطة تراكيب خاصة تسمى بالنفريدات. وكما يظهر في الصورة النفريدات تراكيب خاصة لوظيفة الإخراج، هي عبارة عن أعضاء إخراجية ترشح السائل الموجود في السايلم وتساهم في وظيفة الإخراج. الاستجابة، لها جهاز عصبي محكم التفصيل مكون من مخ، عدة حبال عصبية، تكيفات لاكتشاف المؤثرات من مثل لوامس حسية، مستقبلات كيميائية، حويصلات توازن لاكتشاف الجاذبية، زوجان أو أكثر من العيون. كما أن لها أعضاء حس أكثر تطوراً في الديدان الحلقية البحرية الحرة المعيشة. الحركة، أيضاً تتميز الديدان الحلقية بوجود هيكل هيدروستاتيكي، وكما تشاهدون في هذا الفيديو دودة الأرض كيف تتحرك وتتقلص بمساعدة انقباضات من العضلات الطولية والدائرية التي تساعدها على الحركة. التكاثر، جنسي والإخصاب خارجي، الأجناس منفصلة وبعضها خناث مثل العلق الطبي ودودة الأرض. السرج، عبارة عن شريط يشبه الطوق من المخاط، يوضع داخله البيض والحيوانات المنوية معا ويتم الإخصاب داخله، ثم ينزلق الشريط من جسم الدودة ويكون شرنقة، ثم هذه الشرنقة تكون ديدان جديدة، وكما يظهر في هذا الرسم أمامكم هذا هو السرج. بيئة الديدان الحلقية، الديدان الحلقية الطفيلية مثل ديدان العلق تمتص الدم وسوائل الجسم كما يظهر في هذه الصورة، هي دودة العلق. أهمية ديدان العلق الطبي، العلق الطبي استخدم في السابق بحيث يساعد على تخفيف الأورام بعد العمليات الجراحية، يفرز سائل يمنع تجلط الدم، تخفيف الضغط والاحتقان في الأنسجة التي يتم علاجها. وكما نشاهد في الصورة دودة العلق تحتوي على ممصان، أحدهما أمامي والآخر خلفي، بحيث تستخدم الخلفي للتثبيت. وكما نشاهد في هذا الفيديو أعزائي الطلبة والطالبات أن الممص الأمامي يحتوي على فكوك حادة تستخدم لإحداث شرخ في الجلد، وأيضا قد تفرز مواد مخدرة حتى لا يعلم العائل بأن تمت إصابته، وبالتالي تبدأ كما نشاهد في الفيديو بامتصاص الدم من جسم الإنسان. سبحان الله في السابق تم استخدام هذه الديدان بعد العمليات الجراحية لتخفيف الأورام، سبحان الله. الديدان حرة المعيشة من مثل ديدان الأرض والتي تسمى بأمعاء الأرض، هي لها فائدة في الطبيعة كما تشاهدون في الصورة دودة الأرض، فهي تساعد على حفر التربة وتهويتها وخلطها وتغليبها ببعض، كما أنها تؤمن الأنفاق كمسالك لجذور النباتات وللماء، وأيضا تسمح بنمو بكتيريا الهوائية المفيدة والتي تساعد على تحلل المواد النباتية. في نهاية الحلقة أشكر لكم حسن استماعكم ونلقاكم على خير.